أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، من الصحراء، من منطقة قمران، المكان اللي اكتشفت فيه مخطوطات الكتاب المقدس عند بحر الميت. رح أتكلم عن يسوع والشريعة. هذا المكان مناسب جدا، عاش في هذه المنطقة جماعة تسمى جماعة الإسينيين، جماعة نساك عاشوا كمجموعة، وهذه المجموعة تسمى ياخد أي الوحدة، وكان في قوانين ومبادئ لهذه المجموعة، طبعا منها الغسلات الكثيرة في المكفي، في الغسلات الطهارة والغسلات الطقسية، التعبير عن طهارة داخلية، وكانوا بيلبسوا لبس موحد وبعيشوا على ما تقدم هذه الصحراء. ولكن أهم ما في الموضوع أن هذه الجماعة كانت تعمل نسخ للكتاب المقدس، ما نسميها مخطوطات قمران أو مخطوطات البحر الميت. وهذه المجموعة كتبت المخطوطات للكتاب المقدس وتعاليم كثيرة عن حياتهم وعن الحرب الأخيرة في آخر الأيام. في سنة 1947 اكتشفت المخطوطات في المغاير الكثيرة، في مغارة نمرة 4، وهذه مغاير أخرى اللي شايفينها خلفي، في كل المغاير اكتشفوا مخطوطات أخرى لكل الكتاب المقدس. وأهم مخطوطة كانت مخطوطة إشعياء النبي بالكامل مخطوطتين، وهذا إن دل على شيء بدل إنه الله ساهر على كلمته وصدق الوحي الإلهي. وهذه المخطوطات هي بالضبط نفس الكلام الموجود بين أيدينا. فإحنا من الصحراء رح نتكلم عن يسوع والشريعة.